الله وبركاته. معكم مستر رضا الدنديني من قناة مستر رضا التعليمية. هنبدأ ونقول على بركة الله: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أنت حفظت إنجليزي؟ أكيد حفظت إنجليزي. يا مستر رضا، إحنا كلنا على طول بنحفظ إنجليزي. طب أنت فهمت إنجليزي؟ ممكن تقول لي يعني ممكن في يوم من الأيام أنا فهمت الإنجليزي. طيب ايه رأيك النهاردة اخدك في رحلة لمدة 5 دقايق وافتح لك الطريق بيها اللي انت تفهم وتستوعب نص الجرامر؟ معقولة يا مستر رضا؟ تعالى جرب وشوف ومش هتندم ان شاء الله بإذن الله رب العالمين. تعالى معايا من اول KG1 لغاية سنين كتير هتاخد فيها انجليزي، هتعرف وهتاخد حاجة اسمها auxiliary verbs أو الـ helping verbs أو الأفعال المساعدة. والـ auxiliary verbs ديت هي الأساس اللي حضرتك وحضرتك هتشتغل عليها في الجرامر. مفيش زمن من حوالي 12 زمن هناخدهم في المراحل التعليمية المختلفة لا يخلو من الـ auxiliary verbs. انا النهارده ان شاء الله باذن الله رب العالمين هحفظك الاوكسيلري فيربز بطريقه بسيطه جدا جدا جدا، مش هتاخد اكتر من 5 دقايق. البدايه الصح لازم نعرف يعني ايه السبجكت بروناونز، يعني ايه ضمائر الفعل. هي دي الاساس اللي احنا هنشتغل عليه بعد كده في الجرامر بتاعنا كله. طبعا احنا عندنا 7 ضمائر للفعل، يبقى احنا عندنا السبجكت بروناونز بتاعتنا هي 7. اوكي تمام، سهله جدا وطبعا لازم نحفظهم. اوكي، اول حاجه عندنا انا، وانا يعني اي. اوكي، انا يعني اي. اوكي، وعندي حاجه اسمها هي، دي هو للمذكر، يعني لما يكون عندي واحد مذكر مفرد ممكن اشيله وحط مكانه ضمير هي. يعني لو عندي أحمد، عندي محمد، عندي علي، عندي مازن، عندي وائل، ممكن أشيله وحط مكانه ضمير هي. أوكي، وعندي شي هي للمؤنث، لو عندي بنت منى، ريم، مروة، أي اسم ممكن أشيل شي ممكن أشيل هذا الاسم وحط مكانه شي. أوكي، وفي عندي إت، خلي بالك مجازا دلوقتي هنقول هو وهي لغير العاقل. بس انا عايز من مستر رضا لحضرتك ما نقصرش تفكيرنا ان ات ديت لغير العاقل، علشان ولادنا الصغيرين وحبايبنا الصغيرين لما بنيجي نعلمهم وبنخليهم يقروا شورت ستوريز، قصص قصيره، ممكن نلاقي شخصية عندنا في القصة اللي هما بيقروها تلاقيها مثلا dog، وتلاقي الضمير بتاعها وهو بيقرا he، أو ممكن يلاقي cat ويلاقي الضمير بتاعها she. أوكي، وبالتالي لما بنيجي نعلم حبايبنا الصغيرين مش لازم نقصر تفكيرنا إن it ديت لحاجة غير عاقل، لأن ممكن يبقى الشخصية اللي بيقراها في القصة ممكن تكون غير عاقل، المفروض تبقى ات، ولكن المؤلف بيحطها له هي او شي. اوكي، حتى كمان ممكن نعلم ولادنا ان لو في حد بيخبط علينا الباب واحنا ما احناش عارفين هو مين وبنقول مين اللي على الباب، ممكن يقول اتس رضا على سبيل المثال. يبقى رضا ده اللي على الباب ده، بدل ما هيقول اي ام رضا ممكن يقول اتس رضا. اوكي تمام تمام، يبقى احنا مش عايزين نقصر تفكيرنا ان ات ديت لغير العقل، لكن احنا مجازا هنقول هنا ان ات هو وهي لغير العقل. اوكي تمام، ودايما انا هسيب هنا حته فاضيه بعدين هقول لك ليه. في عندي ضمير اسمه ها يو، يعني انت او انتي او انتم او انتن. اوكي اوكي، في عندي ضمير اسمه وي، وي يعني نحن. وفي ضمير كمان اسمه they، وthey ديت يعني هم. اوكي، دول هما السبجكت بروناونز بتوعنا اللي هما 7 ضمائر للفعل. تمام تمام، هما دول الاساس اللي احنا هنشتغل عليه كل الجرامر. اوكي اوكي،
المستر رضا حضرتك قلت لنا ان انت هتاخدنا في رحله لمده 5 دقائق علشان تحفظنا نص الجرامر. انا قلت لك ان انا هفتح لك الطريق. اوكي؟ هفتح لك الطريق لنص الجرامر ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل الجرامر او معظم الجرامر اللي احنا هناخده هيعتمد اساسا على 3 verbs، على 3 افعال. ايه هما يا مستر رضا 3 verbs؟ في عندنا حاجه اسمها verb to be، اوكي، اللي هو هنقول اسمه فعل يكون، اوكي تمام. وفي عندنا حاجه اسمها verb to have اللي هو فعل يملك، اوكي اوكي. وفي عندنا حاجه اسمها verb to do اللي هو فعل يفعل. اسمهم كده، احفظهم كده. اوكي يا مستر رضا، ممتاز، لغايه دلوقتي احنا فاهمين. اوكي تعال، كل فيرب من دول له حاجه اسمها مضارع وله حاجه اسمها ماضي، له بريزنت وله باست. اوكي اوكي، كل اللي انا عايزه من حضرتك اللي انت تمشي معايا في الاستراتيجيه اللي انا هعلمها لك دي، استراتيجيه بسيطه جدا مش هتاخد من حضرتك 5 دقائق بالظبط. اوكي، هنقول قبل ما نبدا، هنقول هنحط هنا حاجه اسمها اسم مفرد، وهنحط هنا حاجه اسم ايه؟ اسم جمع. اوكي، verb to be في المضارع اللي حضرتك حفظته من زمان، خدت ان الاي تاخد حاجه اسمها ام، يبقى الاي تاخد حاجه اسمها ام. اوكي اوكي، قلنا هي والشي والات والاسم المفرد هياخد حاجه اسمها is. اوكي اوكي يا مستر رضا، ال يو والوي والذي والاسم الجمع هياخد حاجه اسمها are. اوكي اوكي تمام، فاهمين دي؟ اوكي اوكي، يبقى انا عندي verb to be هو am و is و are، بس اكتر من كده انا مش عايز منك دلوقتي. تمام تمام، طيب انا هسالك سؤال، يا ترى من يوم ما اتعلمت انجليزي لغايه سنين طويله قدام ان شاء الله باذن الله، هيكون عندنا كام helping verb؟ خمن كده. ها، 5 3 7، سامع حد يقول صح؟ 11، very good. 11 auxiliary verb، 11 فعل مساعد. ايه هما يا مستر رضا ال 11 فعل مساعد دول؟ اوكي يا سيدي، شوفهم كده، هما الـ am والـ is والـ are الـ was where do does did has have and had. اوكي، الاوكسيلري فيربس اللي موجوده عندنا في اللغه الانجليزيه كلها هما 11 بس، 11 فعل مساعد بس. am is are was where do does did has have and had. اوكي مستر رضا، اوكي بص يا سيدي، التنسز كلها، الازمنه كلها اللي حضرتك تاخدها ان شاء الله معظمها هيعتمد على دول. اوكي اوكي، طيب ازاي مستر رضا اقدر اوزع دول كلهم على السبجكت بروناونز دول؟ استراتيجيه اللي انا قلت لك عليها حالا اهو، هجي لك. الاي تاخد ام، الهي والشي والات والاسم المفرد ياخد از، ال يو والوي والذي والاسم الجمع ياخد ار. اوكي اوكي تمام، ام از ار حفظناه خلاص يا مستر رضا، ادي ام وادي از وادي ار. من وانا مغمض، وانا مغمض كده هقوم جاي حاطط هنا اهو كلمه واز، وهنا اهوت كلمه وير. ليه يا مستر رضا؟ هقول لك بعدين كمان شويه. من وانا مغمض هحط هنا اهوت كلمه هاز، اوكي، وانا مغمض هحط هنا اهوت كلمه هاف. ليه يا مستر رضا؟ طب ما احنا ممكن نحفظها. اقول لك لا، ما تحفظهاش، افهمها بس، استنى شويه. اوكي، وانا مغمض هحط هنا اهوت كلمه داز، وهنا اهوت كلمه دو. اوكي اوكي طيب، ايه الاستراتيجيه يا مستر رضا؟ بص يا عم، ببساطه جدا، استراتيجيه صغيره خالص. الاز اخرها اس، الواز اخرها اس، الهاز اخرها اس، الداز اخرها اس. تمام؟ معقولة؟
ده انا ممكن فهمت انجليزي. اه فهمت انجليزي. الهي تاخد وصف الماضي، الهي تاخد هاز مع الفيرب تو هاف، الهي هتاخد داز مع الفيرب تو دو. اس 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 اس. اوكي اوكي. اليو والوي والذي والاسم الجامع بتاخد ار، والار اخرها اي، والوير اخرها اي، والهاف اخرها اي. اتبقى لي دو، يبقى سهله خالص، لان هنا الهي والشي والات والاسم المفرد هياخد داز، يبقى الباقي هياخد ايه؟ دو. فيري جود. اوكي يا مستر رضا، ايه ده؟ يعني احنا خدنا ووز، اوكي خدنا ووز، خدنا وير وعرفنا وير، اوكي خدنا دو خدنا دو، اوكي خدنا داز خدنا داز، اوكي فيري جود. خدنا هاز خدنا هاز، فيري جود. خدنا هاف خدنا هاف، فيري جود. اوكي اتبقى لي ديد. ديد في الماضي مع كل الضمائر دي. بقى لي هاد، هاد في الضمائر مع كل الضمائر دي، اوكي؟ يعني مع المفرد ومع الجمع. لا، يبقى الاستراتيجيه سهله جدا. طب انا لسه زي ما حد بيقول يا مستر رضا احنا بقينا اي. اه تمام، برافو عليك، فيري جود. الاي هتاخد ايه؟ ام مع فيرب تو بي في الماضي هتاخد واز. اوكي؟ وبعد كده هتروح مع الجمع على طول. يبقى ايه الجمع اللي بياخد مع هاز وهاف؟ ها؟ فيري جود، هاف. اوكي، يبقى الاي هنا هتاخد هاف. اوكي وهنا نفس الحكايه مع فيرب تو دو مع الجمع. اوكي وهنا الجمع بياخد ايه؟ بياخد دو. يبقى هنا الاي هتاخد دو. اوكي ادي الاستراتيجيه بتاعتنا، هتسهلك جدا 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 حفظك للهيلبنج فيربس او الاوكسيلري فيربس اللي هم ال 11 زي ما احنا قلنا. استراتيجيه بسيطه جدا بالفه وليس بالحفظ. هي وشي وات واسم مفرد تاخد از اخرها اس، واز اخرها اس، هاز اخرها اس، داز اخرها اس. اوكي اليو والوي والذي والاسم الجمع بياخد ار اخرها اي، وير اخرها اي، هاف اخرها اي، ومعاهم كلمه دو. اوكي الاي ام في الماضي واز، وبعد كده مع الجمع هاف ومعها دو. خلص درسنا؟ لا يا مستر رضا، لسه باقي حته صغيره هتساعدك جدا 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 قدام ان شاء الله باذن الله بعد فاصل قصير. رجعنا لكم تاني. ببساطة دلوقتي تقدر تعمل أي جملة بالشكل ده. إحنا هناخد الجمل البسيطة simple sentence الأول اللي هو verb to be فعل يكون، verb to have فعل يملك، وverb to do فعل يفعل. أوكي؟ تمام؟ يا مستر رضا خلاص أنا فهمت الاستراتيجية بتاع حضرتك وفهمتها. تعالى نعمل جمل بسيطة بقى. أوكي؟ لو انا قلت I am a teacher، اوكي انا اكون teacher، يبقى verb to be فعل يكون. اوكي بس في الترجمه طبعا مش بقول انا اكون مدرس، لا انا مدرس على طول. اوكي عايز اقول انا كنت مدرس، يبقى I was a teacher. اوكي very good. هو يكون احمد، he is احمد. لو عايز اقول هو كان في القاهرة، he was in Cairo. okay. she is a girl. she was a teacher. خلاص اتجوزت واعتزلت التدريس. okay. تمام وهكذا. okay. اللي هو فعل يكون. verb to have اللي هو فعل يملك. عايز تقول انا املك سيارة فتقول I have a car. okay. هو يمتلك قطة، he has a cat. okay. she has three sons. okay. it has a tail. you have black hair. we have a good teacher. يبقى verb to have فعل يملك. okay. verb to do فعل يفعل. I do my homework. He does his homework. She does her duties. هي عملت الديوتيز بتاعتها، الواجبات بتاعتها. اوكي تمام، فهمنا الاستراتيجيه ببساطه، فهم اللغه الانجليزيه ده الاساس اللي احنا بعد كده ان شاء الله باذن الله رب العالمين هنشتغل عليه في فهمنا للجرامر. اتمنى ان حلقه النهارده تكون عجبتكم. لو حضرتك لسه ما اشتركتش في القناه دعمك بيوصل لنا، لو سمحت اعمل سبسكرايب وفعل الجرس، وان شاء الله باذن الله رب العالمين الجاي اجمل واحلى مع
مستر رضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.